يبقى على حسب نوع السكليوزس بحدد الايم بتاعي. طيب التريتمنت دايما بيتوقف على البروجريشن فاكتور. اول حاجه الجندر، دايما الفيميل بتبقى مور لايكلي تو هاف بروجريسيف سكوليوزز زان الميل. يعني لو انا جالي مريضه فيميل بيبقى انا متوقعه ان البروجريشن بيحصل اسرع من الميل. تاني حاجه السيفيريتي اوف ذا كيرف، كل ما كان الكيرف جريتر كل ما كان الريسك ان هو يحصل له وورسنج اوفر تايم اعلى. الكيرف باترن، الاس شيبد كيرف او الدبل كيرف اللي انا ممكن اسميه دبل كيرف بيبقى جيت وورس اوفر تايم على حسب السي كيرف. اللوكيشن، لو الكيرف موجود في الثوراسيك في السنتر بارت بيبقى مور لايكلي تو جيت وورس. يعني لو كان الكيرف في نص الثوراسيك هيبقى بيبقى جيت وورس اكتر من لو كان في الابر او اللور سيكشن. البون ماتيوريتي، الريسك اوف الكيرف بروجريشن بيبقى ماتش لور لو البيشنت ستوب جروينج. يعني لو جه في الادلت بيبقى خلاص ما فيش ماتيوريتي، البون ما بي مش بينمو فخلاص، فالورس او البروجريشن بيبقى اقل غير لو جه في مرحله الديفلوبمنت. الكاستنج، in early cases a child's spine may have to be guided back into normal position as it grew. يعني لو السكوليوزس حصل في تشايلد لسه بينمو لازم البسه كاستنج، البسه بريس. لو ما حصلش ان هو لبس بريس هيبتدي السباين ينمو في الاتجاه الغلط مع الديفيشن، فهيبتدي يحصل وورسنج للسكوليوزس. طيب الفيزيوثيرابي تريتمنت زي ما قلنا القيمه على حسب النوع، سواء اعمل ريليف للمسل سبازم، بوستر كوركشن، ده كله ان ديتيلز في العملي، ان انا اعمل سترينثنج للمسل. ودايما عندي كونسبت ان انا عندي السكوليوزس حاجتين، جزء كونكيف وجزء كونفكس. الجزء الكونكيف بيبقى المسل شورتنج، والجزء الكونفكس بيبقى المسل ويك. الجزء الكونفكس اللي فيه ماسل ويك هبتدي اعمل له سترينثنج، والجزء الكونكيف اللي فيه الماسل شورت هبتدي اعمل لها ستريتشنج على حسب رايت سكوليوزس. عشان كده النيم بتاع السكوليوزس مهم، رايت ثوراسيك سكوليوزس. رايت ثوراسيك سكوليوزس معنى كده عرفت ان الرايت سايد ده هيبقى ويك والليفت سايد هيبقى شورت، فهبتدي اعمل سترينث للرايت سايد ماسلز وستريتش للليفت سايد ماسل. دي جزء من الاكسرسايز اللي هتتاخد ان ديتيلز في البراكتيكال. طيب البريسز زي ما قلنا، البريسز بستخدمها مع المايلد والمودريت سكوليوزس عشان امنع او عشان اخلي البون تبتدي يحصل لها growing in the normal position، ابتدي رجعها للوضع الطبيعي بالبريس عشان تبتدي تنمو في النورمال بوزيشنز بتاعتها. طيب نشوف كده انواع البريس المشهوره. اول نوع بوستون باك بريس. البوستون باك بريس دايما بيستخدم مع الايديوباثيك سكوليوزس، بيبقى من الهيب زي ما احنا شايفين البيس بتاعه موجود في الهيب ولغايه الشولدر بليت، ادي من الهيب لغايه الشولدر بليت، بياخد من T8 لغايه L5 ابيكس اسكوليوز. بعد كده الثراكو لامبو ساكرال اورثوزيس. الثراكو لامبو ساكرال اورثوزيس ده بيتعمل من البلاستيك. البريس ده بيجي من under the arm، بيلف around the rib cage واللور باك والهيبس. دايما لانه مصنوع من البلاستيك بيبقى visible، بيبقى باين under اللبس. بعد كده الملواكي بريس. الملواكي بريس ده واخد من النك، بيبقى في رينج في النك كده، بيبقى ريستد على التشين. وبرده الرينج ده من الباك اوف ذا هيد. اوكي بعد كده بيبقى في بار، فلات بار ان فرونت اند تو فلات بار ان ذا باك، وينزل تحت عند الهيب. كل البريسز دي زي ما احنا شايفين الاطفال بتلبسها طول اليوم حتى وقت النوم. البريسز دي ما بتتقلعش خالص غير وقت الفيزيوثيرابي اكسرسايز او وقت ما الطفل ده بيعمل اكسرسايز.
غير كده الطفل على طول لابسها. البريسس دي بتتقلع لما بيحصل ماتوريتي، لما بيدخل في البيبرتي، لما خلاص الفون ما بيبقاش فيها جروينج تاني. ادي شكل البريس. امتى سيرجري اقول ان المريض ده هدخله سيرجري؟ لما الكيرف يبقى اكتر من 40 ديجري، لما البروجريسيف انكريز ان السكليوزس، بلاقي ان البروجريشن في السكليوزس بيزيد، لما بيبقى فيه فيلر للكونسرفاتيف تريتمنت. جربنا الكونسرفاتيف تريتمنت وما جابش نتيجه، لو حصل كارديو بالمونري كومبليكيشن ابتدى يبقى فيه مشكله في التنفس والمريض ما بيقدرش ياخد نفسه. واتفر الاوبريشنز اللي بتتعمل، ارجتن رود بيبقى فيه فيوجن في السباينال فيرتبري، مفيش كوركشن للديفورميتي، دبل رود ميثود اون افري سنجل ليفل اوف ذا فيرتبرا، بيبتدي يعمل يثبت بيه سكرو الفيرتبرال فيوجن، بيبتدي يعمل فيوجن لكل الفيرتبري. يبقى كل انواع الاوبريشنز دي بيبتدي يعمل فيوجن، هو بيوقف الفيرتبري في الليفل اللي وصلت له، يعني وصلت ل 40 ديجري هو هيوقف ل 40 عشان ما تزيدش عن ال 40، هيوقف في الوضع اللي هي وصلت له. بعمل مينتين للكيس عشان امنع البروجريشن، وبعدين بتبتدي تكمل فيزيوثيرابي تريتمنت عشان اقدر نحسن الكواليتي اوف لايف ونحسن الفانكشنال اكتيفيتي بتاعتها.